السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم البيتكوين؟ طبعا أصدقائي جتني رسالة من الخاص، وهالرسالة مضمونة أنه عبد الله أنا بملك رأس مال بدي استثمر بوحدة من العملات، يا أما عملة الإكس آر بي، يا أما لونا كلاسيك، يا أما شيبا إينو. شو بتنصحني وشو السبب أنه نصحتني بالعملة اللي بدك تنصحني فيها؟ قلت له راقب الفيديو القادم على اليوتيوب، موضوع مفيد جدا وممكن يفيد كثير من الناس اللي عندهم نفس سؤالك. لايك بهذا الفيديو اصدقائي، رح نجاوب عن هذا السؤال، ايهما افضل، عملة تيرا لونا كلاسيك ولا اكس ار بي ولا شيبا اينو؟ قبل ما نبلش الفيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط رح يكون اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي في ساحة الاختبار عندي ثلاث عملات، XRP، شيبا اينو ولونا كلاسيك. بهذا الفيديو لازم نختار عملة معينة مناسبة للمضاربة ومناسبة للاستثمار، وكل عملة رح نقول شو هي مميزاتها وشو هي سلبياتها. خلينا نبلش اول شيء اصدقائي بعملة شيبا اينو. عملة شيبا اينو اصدقائي من العملات النشيطة، نشيطة في المجتمع لكن غير نشيطة في السعر. العملة تحركاتها بطيئة جدا، تحركات السعرية وعمليات الشراء والبيع ضعيفة جدا، لكن تحركات المجتمع وتحركات المشروع تحركات كبيرة جدا. طبعا اصدقائي باقي تقريبا 6 ايام او 7 ايام لطرح لعبة شيبا اينو. اليوم غردت عملة شيبا اينو على تويتر وقالت في يوم 16 او 6 اكتوبر رح نقوم بطرح لعبة شيبا اترينتي. طبعا اصدقائي اللعبة لعبة ميتافيرس. طبعا اصدقائي شفنا انه عملة شيبا اينو صارت كوسيلة الدفع في اغلب المواقع الالكترونية. طبعا اليوم انضمت عملة شيبا اينو كوسيلة دفع على اي باي. اي باي اصدقائي هي ثالث اكبر شركة مدفوعات في الولايات المتحدة الامريكية. طبعا بالنسبة لعملة شيبا اينو، شو توقع السعر الخاص فيها؟ بتوقع في يوم طرح العملة انا بتوقع العملة ترتفع 20% الى المقاومة الخاصة بالعملة اللي هي 0.4013. طبعا شفنا عملة تيرا لونا كلاسيك كانت بسعر مقارب من سعر عملة شيبا اينو، لكن شو السبب اللي خلى عملة تيرا لونا كلاسيك ترتفع بشكل اكبر؟ عملة تيرا لونا كلاسيك ارتفعت تقريبا 4x 5x خلال الفترة الماضية. طبعا السبب اصدقائي هو الماركت كاب. اذا بنشوف عملة شيبا اينو اصدقائي، ماركت كاب الخاص بعملة شيبا اينو 6 مليار و146 مليون دولار. اما بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك، عملة تيرا لونا كلاسيك اصدقائي حاليا بعد الارتفاع الكبير اللي صار حاليا 1.84 مليار دولار. يعني تقريبا قيمة عملة تيرا لونا كلاسيك او الماركت كاب الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك بيساوي ربع قيمة شيبا اينو، لهيك عم نشوف ارتفاع كبير عم بيصير بسبب قلة الماركت كاب. يعني اي مليار دولار بيدخل على عملة تيرا لونا كلاسيك، واذا دخل على عملة شيبا اينو بيرفع عملة تيرا لونا كلاسيك بنسبة اكبر من الارتفاع اللي بتصير بعملة شيبا اينو. طبعا اول ما بدأ التداول على عملة تيرا لونا كلاسيك طبعا كان ماركت كاب لا يتجاوز 300 مليون دولار او 400 مليون دولار. حاليا بعد الانفجار اللي صار بالماركت كاب وارتفع الماركت كاب الى وصل الى تقريبا 3 مليار دولار، شفنا عملة تيرا لونا كلاسيك 0.305. طبعا هالارتفاع هذا كله ولسه الماركت كاب اقل من ماركت كاب شيبا اينو، هاي نقطة ايجابية لعملة تيرا لونا كلاسيك. يعني اذا بترجع الماركت كاب الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك الى الماركت كاب القديم اللي هو 40 مليار دولار، ممكن نشوف عملة تيرا لونا كلاسيك بسعر 1 سنت. اما شيبا اينو اذا بتوصل الى 40 مليار دولار لا تحذف احد الاصفار، يعني 4 اصفار ما بتصير 3 اصفار مثل ما شفنا بلونا كلاسيك، طبعا حذفت 0 بسرعة. هذا نقطة سلبية في عملة شيبا اينو. طبعا مضاربات على شيبا اينو سيئة والاستثمار سيء بعملة شيبا اينو، يعني حتى 10x ما رح تاخذ من عملة شيبا اينو لكن ممكن تاخذها من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا قارنا بين العملتين، باقي عملة الاكس ار بي. عملة الاكس ار بي اصدقائي الماركت كاب تبعها تقريبا 23 مليار دولار و714 مليون دولار، وطبعا سعر العملة لا يتجاوز 50 سنت.
حاليا اصدقائي عندي موجة هبوط محتملة على عملة الـ XRP. اذا كسرنا الدعم 47 سنت ممكن ننزل ونزور منطقة 41 الى 42. طبعا ماركت كاب مرتفع، اذا ارتفع الماركت كاب الى 40 مليار دولار او اذا اطاح باليو اس دي سي ووصل الى 50 مليار دولار، عملة الـ XRP توصل الى 1 دولار، وطبعا نحصل على 1 اكس او 2 اكس كحد اقصى. لهيك ممكن نضاعف محفظتنا بلونا كلاسيك تقريبا 20 ضعف، بشيبا اينو ممكن نضاعف من 7 الى 8 اكس، XRP ممكن نضاعف 1 اكس او 2 اكس كحد اقصى. هاي نقطة واحدة. طبعا عدد قطع عملة الـ XRP طبعا المعروض للتداول هو تقريبا 100 مليار قطعة. طبعا اما شيبا اينو هي 549 تريليون قطعة، اكثر عدد القطع موجودة بعملة شيبا اينو. وطبعا حرق عم بيصير بمليارات القطع لكن بدون فائدة للعملة، ما في اي فائدة عم نشوفها، ما في اي ارتفاع عم بيصير. طبعا عملة تيرا لونا كلاسيك عدد المحروقات لا يتجاوز 7 مليار قطعة، لكن الحرق عم بيصير بشكل دائم، والداعم للحرق هي منصة باينانس. توتال سبلاي العملة حاليا 6.9 تريليون قطعة، قريبين جدا بنصير 6.899 تريليون قطعة. طبعا الحرق مستمر، اعلى محافظة الحرق هي محافظة الحرق الخاصة بالضريبة 1.2. طبعا عم نشوف انه هالعملة استحوذت عليها منصة باينانس، صارت عم تدعم الحرق، عم نشوف دعم كبير لهاي العملة على عكس عملة تيرا لونا 2.0. طبعا عندي دعم كبير من منصة باينانس، وهذا الشيء بيؤدي الى ارتفاع العملة. نعرف ان منصة باينانس تمتلك 34% من عدد القطع، وهم الاكبر منصة باينانس حتى ما تخسر هو ترفع من سعر العملة. طبعا اذا ارتفع من سعر العملة منصة باينانس بتربح، لهيك الهدف الاول لمنصة باينانس هي ترفع من سعر عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا اصدقائي عندي اخبار بتقول انه عملية الحرق الاولى لمنصة باينانس اللي هي يوم 14، يعني بعد 4 ايام من الان، نتوقع منصة باينانس تحرق تقريبا 20 مليار قطعة دفعة واحدة. اذا تم هذا الحرق ممكن نشوف عملة تيرا لونا كلاسيك بمناطق ما بين 4 الى 5. طبعا يعني ممكن نحصل على تقريبا مربح 60 و70% من الان، لكن اذا تستثمر باي عملة تانية بالوقت الحالي لكن بتحتاج فعليا الى اقل حد عام كامل لتصل مربح 70%. انا بفضل بالاستثمار شباب، بفضل عملة تيرا لونا كلاسيك للاستثمار ولا المضاربة. اما الـ XRP انا ممكن استخدم الـ XRP بالمضاربة، لكن المرابح اللي بحصل عليها في الـ XRP ضعيفة جدا. اما بالنسبة لعملة شيبا اينو ممكن انا استثمر بعملة شيبا اينو لكن بمرابح 20-30% واطلع من عملة شيبا اينو. ما ممكن نخزن مدى بعيد، ما بنتظر اساسا من 1 سنت او 2 سنت او حتى نصف سنت، لان يعني هذا امر بعيد جدا جدا. لكن انا بقول انه احتمال كبير عملة تيرا لونا كلاسيك قبل نهاية العام تحذف احد الاصفار، بتوقع بعد 3 ولا 4 اعوام تصير بسعر 1 سنت. اصدقائي كنكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.